هذه الدنيا قصيرة يا أحباب، والله إن هذه الدنيا قصيرة، فما بال الصاحب لا يكلم صاحبه، وما بال القريب يبغض قريبه، وما بال الجار يؤذي جاره، وما بال الناس تؤذي بعضها البعض. والله كل هذا لن يفيد، وأنت ترى أمك التي بينك وبينها شحناء، والله قبلة الوداع لن تجدي، والله قبل الوداع على جباه الراحلين والذين رحلوا إلى الله والله لن تجدي، ستعتذر، ستضع قبلة اعتذار على رأس ميت أنت آذيته، لن تنفع قبلة الاعتذار. من كان يشاهد هذا الكلام ويسمع هذا الكلام، يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاحن. فبالله عليك سألتك بالله، إذا كان بينك وبين أخيك شحناء الآن فلتتصافى الأرواح، الآن فلتتصافى القلوب. أخوك الذي لك سنوات ما عرفته ما كلمته، ستستقبل رمضان وأنت لا تكلمه، ستستقبل رمضان وقد غفر الله لجميع خلقه إلا لك. أبوك الذي ترفع صوتك عليه، أبوك الذي بينك وبينه شحناء، سيأتي رمضان وأنت هكذا؟ أيرضيك هكذا؟ والله لن تعرف قيمة الناس إلا إذا رحلوا. نحن مشكلتنا، مصيبتنا أننا لا نعرف قيمة بعضنا البعض إلا إذا رحل أحبابنا. قلنا يا ليت تصافينا، قلنا يا ليت ودعنا بعضنا بالحب، لا يا ليتني سامحته، يا ليته سامحني قبل الرحيل. فيا عباد الله، البدار، والله الدنيا لا تستحق أن تحزن، الدنيا لا تستحق أن يكون جارك بجوارك ولا تكلمه، الدنيا لا تستحق أن تكون أمك بعيدة عنها وأنت عند زوجتك لا تعرفها إلا كل 3 أشهر أو 4 أشهر تزورها مرة. الدنيا والله قصيرة، لا تستحق لصاحبك الذي من أجل سيارة أو تجارة أو عمارة أنت لليوم لا تكلمه، الدنيا لا تستحق. كلنا سنرحل، كلنا مغادرون، كلنا سنرحل إلى الله، فسامحوا بعضكم البعض ولتتصافى القلوب قبل رمضان. وخيرهم من يبدأ بالسلام، ليس عيبا قبل رمضان ابدأ بالسلام، لأنه مصيبة أن تبدأ بختم القرآن وأن تبدأ بقيام الليل وأنت لليوم لا تكلم صاحبك. مصيبة أننا نتصارع الآن نجهز أنفسنا لقيام رمضان ونحن البغضاء والشحناء والحقد والكراهية في قلوبنا. أعظم ما نستقبل به رمضان هو أن نصفي قلوبنا، كما قال الصحابة، يقول أحدهم: والله ما كان الواحد منا يجرؤ أن يستقبل رمضان وفي قلبه غل على أخيه المسلم. فصفوا قلوبكم قبل الرحيل، كلنا مغادرون وكلنا راحلون وكلنا سنقف أمام الله ولا ندري، لا ندري. الآن أنت من لا تكلمه ربما تستقبل معه رمضان، لكن العام المقبل ربما أنت تواري التراب وهو قائم، وربما هو يواري التراب وأنت قائم. فلن يعود لك لتعتذر، ولن ينفع الاعتذار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.